ساعات بيحصل ايجارات كده مشبوهه والكلام ده. لا اصل ايجارات مشبوهه لازم تثبتها، هو بيقول لك لازم تثبتها. ايجارات مشبوهه مش هتعرف تثبتها. بدايه نتعرف على حضرتك يا فندم. المهندس شريف صبري عزيز. باش مهندس شريف، يعني ما هي مشكلتكم في قريه ستيلا دي ماري سيو فيو؟ مشكلتنا كملاك في قريه ستيلا دي ماري سيو فيو واللي بيتخطى عددها فوق ال 1500 مالك او 2000 مالك. نعم. ب 2000 وحده سكنيه، بان اداره القريه ما بتقومش بالواجبات بتاعتها اللي تم تقاضي الوديعه بتاعتنا وضعها في البنك عندهم، ما بيستغلوهاش في الامور المخصصه ليها باي صوره من الصور. زي ايه يا فندم الامور دي؟ هل لك ان توضح حضرتك؟ عندنا مثلا موضوع النظافه، موضوع الامن، موضوع الحدائق، موضوع حمامات السباحه. مفيش اي وسائل ترفيه في قريه سياحيه، ما فيهاش اي نوع من وسائل الترفيه، بمعنى مفيش مراجيح مثلا للاطفال. في حدائق وليها صيانه. الاضاءه في القريه ضعيفه. ما بيتمش الاهتمام بالزراعه. تمام. كل هذا الكلام بيتم الاهتمام به فقط في الاجازات والعطلات الرسميه، علشان بيبقى فيه كم كبير من الملاك متواجدين في هذا التوقيت. فهو عشان يضمن ان محدش يتكلم بيهتم بالموضوع ده هو فقط في حاله وجود الملاك. تمام. موضوع حمامات السباحه موضوع خطير جدا، لان حمام السباحه غير معهود به لشركه من شركات الصيانه القائمه على حمامات السباحه. نعم. ومعهود بيها الشخص بيقوم بهذا العمل، وهذا الشخص غير متخصص. وكما حضرتك تعلم ان نسب الكلور ونسب المواد الكيماويه اللي بتتم وضعها في الميه، لو زادت هذه النسب او قلت هذه النسب بتؤدي الى تسلخات وامراض لاطفالنا وللكبار كمان. هذا الكلام كله ما بيتمش. ما هي قيمه هذه الوديعه يا فندم؟ وهل هذه الوحدات تم تملكها لكم ام لا؟ الوحدات تم تملكها لينا بمجرد انتهائنا من سداد الاقساط بتاعتها، سواء عن طريق الاقساط او عن طريق الكاش ماني، الدفع المباشر لقيمه اجمالي المبلغ. وقيمه الوديعه بتحدد بقيمه 10% من اجمالي قيمه المبلغ. وطبعا قيمه الوديعه ده بتختلف من مساحه للثانيه. المساحه اللي هي مثلا سي انا دافع 100,000 جنيه بدفع 10,000 جنيه وديعه. الشريك ابو 200,000 جنيه بيدفع له 20,000 جنيه وديعه. وبالتالي قيمه الوديعه يتخطى الملايين. قيمه الوديعه يتخطى الملايين، احنا بنتكلم في حوالي قرب 3,000 شريك. قرب 3,000 شريك. منذ متى وانتم تشغلون هذه يعني الوحدات؟ منذ طريق انشاء القريه، يعني منذ طريق انشاء القريه في سنه 2002 تم سداد هذه القيم، سواء عن طريق الدفع المباشر او عن طريق الاقساط السنويه. في خلال 3 سنوات او 5 سنوات تم الانتهاء من جميع الاقساط. لم يتم التسليم الا بعد سداد الاقساط بحوالي 4 أو 5 سنوات. كيف ترى ما يتردد يعني عن عدم وجود سور؟ هل تتفق مع الشاغلين هذه القرية الذين يقولون أنه لا يوجد سور؟ هو فعلا لا يوجد سور في القرية، ودي شكوى عامة لجميع مالك القرية. حيث أن القرية لم يستكمل السور بتاعها المطل على طريق السخنة القطامية، طريق السخنة الزعفرانة، مما يؤدي إلى دخول حيوانات مفترسة. بيخش ضباع، بيخش ذئاب، بيخش ثعالب، زائد ان اي حد ممكن ماشي في الشارع ممكن يخش على القريه لان ما فيهاش سور. هل لك ان تحدث بالاضافه الى ان عدد الموجودين من مسؤولي الامن او افراد الامن لا يتناسب تماما باي صوره من الصور مع عدد الشاليهات ومع المساحه اللي تشغلها القريه. هل لك ان تحدثنا يعني فيما يعني المشكلات فيما يخص حمامات السباحه واسعار المياه والكهرباء؟ أسعار المياه والكهرباء مقارنة بالأسعار التي نقوم بدفعها في منازلنا وفي بيوتنا تكاد تكون أضعاف الأسعار، إن لم تكن فعلا ضعف السعر. يعني ضعف السعر اللي بدفعه في بيتي هو ضعف السعر اللي بدفعه في القرية هناك. هل تقدمتم بشكاوى من قبل للشركة المالكة؟ تقدمنا بشكاوى كثيرة وعديدة، شفهية وكتابية. ولن تستجيب الشركة لأي مطلب من هذه المطالب، سواء كان بمغالاه الأسعار في الكهرباء والمياه، أو سواء بالالتزام بالصيانة والإنارة وحمامات السباحة. نعم. والملاعب، حيث أنها لا يوجد ملاعب تماما في هذه القرية. لا يوجد ملاعب لكرة قدم ولا سلة ولا تنس ولا أي نوع من أنواع الملاعب. ولا يوجد أي وسائل ترفيه بالقرية. لا يوجد أي نوع من وسائل الترفيه بهذه القرية.
هل يوجد مقر طيب يا فندم يعني للشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية المالكة لهذه الشاليهات؟ الشركة المالكة متعددة تغيير محل إقامتها بصفة مستمرة، ولا تقوم هذه الشركة بإخطار المالكين بأي صورة من الصور عند تغيير محل إقامتها. فأنا في العقد بتاعي يوجد محل إقامة، في باقي العقود بتختلف محلات الإقامة لهذه الشركة. ترى ما هي الأسباب التي دفعت الشركة لتغيير يعني محل إقامتها؟ هل هناك ربا أو شك في تصرف غير قانوني؟ لا، أنا لا أدين هذا الموضوع، ولا يعني لا يعنيني بأي صورة من الصور، ولا أعتقد أنه يوجد بي أي نوع من الشبهات، ولكن هذا بيؤيد أو بيبين عدم استقرار الشركة. هل تقدمتم بشكوى في وقت سابق للشركة المالكة أو لوزارة السياحة أو الشركة حتى الآن مؤسسة؟ الشركة حتى الآن لم يظهر لها صورة نهائية، هل هي تابعة لوزارة السياحة أم هي تابعة أم هي إنها غير تابعة لوزارة السياحة، حيث أنها كان مقرر إنشاء هي شركة فندق مساهمة مصرية فندم تمام مملكة أفراد، كان مقرر إنشاء فندق بالقرية وفي هذه الحالة كانت تتبع وزارة السياحة، ولكن حتى الآن لم يتم إنشاء هذا الفندق وأنشئ مكانه مجموعة شاليهات، وبالتالي إن القرية لن تتبع وزارة السياحة لأن ما فيهاش فندق حاليا، علما بأن كان المفروض إن هو ينشأ بها فندق. في النهاية هل حضرتك تحب أن تضيف أي معلومات؟ أحب بس أكد إن إحنا كملاك في قرية ستيلا دي ميري سي فيو تقدمنا مرارا وتكرارا لإدارة الشركة الممثلة في الإدارة الموجودة في مقر قرية ستيلا دي ميري، تقدمنا بعدة شكاوى منها كتابية ومنها شفهية، لا يوجد منها أي نوع من أنواع الاستجابة تحت أي بند وأي صورة. نهاية بشكر حضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لك ريمون.